وكان أحد نجوم هالبرنامج الجميل اللي حقق نجاح ورواج حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. نسمع من الأستاذ هيثم، صبحك الله بالخير ولا مساك الله بالخير، وش تبغى بأي توقيت؟ تبغاها صباح ولا مساء؟ تبغاها مساء، خلاص أبشر يا أستاذ هيثم. طمنا عنك، كيف أمورك؟ والله بخير، اللهم لك الحمد، وسعيد جدا بتداخلي في برنامجك الرائع. الله يسعدك يا أستاذ هيثم، احنا بصراحة ما ندري وش نقول، وش خليت يعني، ايش الجمال اللي قدمته في برنامج كورال؟ شيء كبير صراحة، والجمهور كان ينتظر من زمان برنامج إنشادي، وأنا أذكر أنه حتى كان لما كان الجمهور يطلب حتى هنا في ما سلك أنه نبغى برنامج إنشادي، كان في مقارنة عند الإدارة، هل يطلعون بفكرة جديدة ولا يطلعون بالعنادل، إذا تذكر العنادل. فكانت الإدارة لا، يقالوا أنه بندخل تحدي جديد ونشوف، والعنادل يمكن كان يبغى له مكان، وبحكم الحر الآن والأجواء ما شاء الله الحلوة جداً، قلنا لا نغير الفكرة، قال الإدارة نغير الفكرة. إلين جاء برنامج كورال بفكرة جميلة، فكرة نوعية، أعتقد أنه من النادر جدا أنك تجمع بين الإنشاد ويكون إنشاد لا في فقرات، في تقديم لشيء معين غير أنه فقط أنشيد وننتهي. فالبرنامج كان فكرة جميلة، أنا ودي أسمع منك أستاذ هيثم أول شيء رأيك وتجربتك في هالبرنامج. طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا الجمال يعني ما كان يتحقق لولا توفيق الله عز وجل قبل كل حاجة. ثم المساحة اللي أعطتنا هي قناة ماسة في تقديم الفكرة بشكل كان أتمنى أنه كان لائق، وأتمنى أنه كان في رضا عنه، وعلى حسب ما نشوف إحنا نتابع كذلك في الهاشتاجات أنه اللهم لك الحمد البرنامج نال على استحسان كثير من الجمهور. هذا أولا. ثانيا يعني لا ننسى كذلك انه يعني ابو نغم بذل مجهود جدا كبير، استاذ زياد اليافعي، في اعداد فكره البرنامج كامله من الى، فهذه نقطه صراحه يعني تحسب له. وكذلك الشباب اللي شاركوا امانه يعني لولا الله ثم مجيد الشباب اتوقع ما كان البرنامج طلع بهذه الحله، يعني يمكن الجميع اجمع على انه كان في توليفه جميله من المنشدين، صحيح أرواح متقاربة، شباب ممكن يعرفوا من قبل، يعني يعرفوا بعض من قبل يمكن البرنامج، فهذا أعطى صراحة البرنامج جودة أكثر، إنه الشباب فاهمين بعض أكثر، وما شاء الله تبارك الله يعني الشباب شبه محترفين. بس المخرج كان متعبكم يا أستاذ هيثم صح؟ المخرج؟ إيه. والله شوف أنا ما راح أتكلم عن المخرج لأنه أتوقع الصورة يعني تكفي عن الكلام، يعني ما شاء الله تبارك الله. المخرج مو أتعبكم أنتوا، أتعبنا إحنا الجمهور. أتعبنا من الجمال يعني اللي قدمه صراحة، يعني من البرامج صراحة القوية كانت على ما اللي الواحد يعني يستمتع هو يشوف اللوكيشنات صراحة الموجودة، خصوصا لوكيشن يمكن اللي كان في البروفا كذلك 360، أمانة يعني كان جهد رائع من مخرجنا ما قصر صراحة. كريم مسي عليه بالخير. اي والله وتحملنا كثير ترى، والله يمكن اللي عاش معانا فترة تصوير البرنامج يعني تعب معانا جدا تعب كبير، وممكن شفت اوقات حتى المصورين بذلوا جهد كبير في يعني كان ساعات التصوير جدا طويله، لكن الحمد لله التعب هذا ما راح هدر، طلعنا بصوره اللهم لك الحمد جدا مرضيه. واشكر صراحه جدا الجمهور الذواق اللي يعني كل كلمه كان يكتبها يعطينا حافز اكبر واكبر انه نقدم شيء افضل من اللي قدمناه. ودي اسمع منك مثلا في شيء لفت انتباهك في البرنامج، يعني ودك ان البرنامج برضه ودك انه يكون له جزء ثاني، خاصه انه في مطالبات صراحه، وانا اسجل هذا الطلب مني برضه انه نحتاج جزء ثاني من هالبرنامج، لانه حتى لو بعد فتره قريبه مو شرط الدوره البرامجيه القادمه، لكن صراحه كان البرنامج جميل لانه درجه انه الجمهور يطلب بجزء ثاني. ودي اسمع تعليقك عن الجزء الثاني، ثم اكبر فائده مثلا انت شفتها طلعت منها انت يا هيثم من البرنامج وتحس انها اضافت لك في شيء معين. جميل، شيء ملفت ممكن الجميع يعني التمسوا من اخونا جهاد اليافعي. جهاد اليافعي يمكن تقريبا من اخر يوم صورنا فيه كان على طول يفكر في فكره انشاء جزء ثاني. وامانه يعني انا اوجه هذه الرساله صراحه لشبكه المجد وقناه ماس تحديدا، انه مثل هالبرامج النوعيه اتمنى انها يكون في لها استمراريه. الافكار يعني في افكار جديده ما حيكون
مجرد جزء اول جزء ثاني مماثل له حيكون لا الافكار متجدده دائما والشباب عندهم اكثر واكثر. واتوقع يعني اللي شافوه في كورال البرنامج الحالي انه هذا تقريبا نقدر نقول من 50 الى 60% مما عند الشباب، الشباب عندهم اكثر واكثر وكذلك الافكار موجوده اكثر واكثر. بلا استثناء مش بس ابو نغم، يمكن الشباب حتى المشاركين عندهم حماس انهم وعلى استعداد تام انهم يبداوا في جزء ثاني. واحنا على قولهم رهن الاشاره، يعني قناتنا الحبيبه ماصل بمجرد انها تعطينا الضوء الاخضر وتعطينا هالمساحه راح ان شاء الله نبدا اكثر. جميل. اخيرا بسالك، كان الحلقه اللي عرضناها قبل شوي كان اللي هي فيها صوت مستعار وكذا، كان في شيء في الكواليس ضحكته كثير، ايش السالفه؟ والله ما يعني الكواليس انا قبلنا العفش قبلنا يعني العفش عطنا اعطينا من النهايه ايش اللي صار؟ يعني ابد يعني ممكن الكواليس لو قطعنا جزء كبير من الكواليس اللي تتطور في البرنامج هذا نطلع بها يمكن موسم كامل. كويس والله بسجلها المحترم. اي الشباب كانوا غير طبيعيين صراحه، بعض التمارين يعني تعرف بعض التمارين كانت اول مره يمكن الشباب يطلعوا عليها، فتطبيقها بالنسبه لهم كان جدا مضحك. صوت المستعار يمكن اكثر شخص دمرنا في الضحك كان عبد الله محضار اللي صراحه كان انا اعتبره فاكهه البرنامج. ويمكن عبد الله اكثر برنامج خرج بشخصيته الحقيقيه في هذا البرنامج. فالشباب كانوا يتعاملوا مع بعض بعفويه. النكته كان ما فيها اي تكلف، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني الشباب كلهم روحهم حلوه. عبد الرحمن قاسم، مجدي عبد الغني، عبد الله السفلي، سحاري، عمر، عمر حبيب، عمر حبيب، وكمين ان شاء الله ما كنت نسيت احد فيهم. فالشباب كلهم صراحه يعني كان في انسجام جدا رائع. والكواليس زي ما قلت لك اتمنى لو قدرنا نقتص اجزاء من الكواليس ونعرضها للشباب حتكون يعني نعرضها على الشاشه حتكون جدا جميله. جميل. انا صراحه سجلت مقترح هنا معاي انه يكون في كواليس تعرض لكورال. يعني الكواليس اللي تصورت تعرض ان شاء الله في حلقات، على الاقل مثلا لو حلقتين ثلاثه بعد نهايه البرنامج لازم تعرض نشوف خفاياكم. والله صح، يعني انا اعطيك نكب العفش شوي حبتين. في فقره من الفقرات اللي كنا ناخذ اراء شباب عن بعض الاناشيد كذا تقريبا في الحلقه مدتها ما يتجاوز العشر ثواني او خمس ثواني. هذه لو قسمناها والله لوحدها افلام، يعني الشباب يعني في الكواليس مجانين يعني، لكن نتمنى انها تعرض. اتمنى لكم والله كل التوفيق والله يديم الضحكه والبسمه والفرحه عليكم دائم وابدا استاذ هيثم، انتم جميع المنشدين الرائعين اللي صراحه امتعونا في هالبرنامج وحققوا صراحه شغف الجمهور وشغف الجميع بايصال رساله جميله من خلال الانشاد وكذلك من خلال صوت جذاب وجميل وأداء رائع. فكل الشكر لكم ولفريق البرنامج كاملا، يعطيكم العافية. الله يرضى عليك ويعافيك، وشكر مرة أخرى لقناة ماسا وشكر لك على تحت الفرصة. الله يسعدك، برنامجكم جميعا، وشكر لك يا أستاذ هيثم، أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نشوف جزء ثاني بإذن الله لهالبرنامج العظيم. شكرا لك. طيب نبي نشوف فيديو من مشاركات الجمهور ثم نرجع لاتصالاتكم واللي راح نبدأ نستقبلها، نسمع رأيكم في برنامج كورال ثم نروح مباشرة أيضا لمقترحاتكم وملاحظاتكم عامة لقناة ماسا. خلونا نشوف هالمشاركة.